يا مساء الفل. نسيت الابل اي دي او نسيت كلمه مروره؟ طيب نسيت رمز القفل ومش عارف تقطع الايفون بتاعك؟ النهارده ان شاء الله في الفيديو ده انا هجيب لك برنامج ممتاز جدا بيحللك كل المشاكل دي، وتحديدا بيحل اشهر 4 مشاكل بالنسبه لمستخدمي الايفون. البرنامج اسمه ماك فون ايفون لوكر. يلا بينا نتعرف على البرنامج وعلى طريقة استخدامه ونخد مع بعضينا تجربة عملية لكيفية استخدام البرنامج. كل مطلوب منك انك تتابع معي الفيديو بتركيز للنهاية، واكون شاكر ليك لو عملت لنا لايك للفيديو. ده الموقع الرسمي لتحميل البرنامج، هكون سايب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت. هندخل بقى دلوقتي نحمل النسخة المجانية من البرنامج، هنقول له فري تيريال. البرنامج طبعا بيشتغل على الويندوز وبيشتغل على الماك، انا بالنسبة لي هثبته على الويندوز. اقول له هنا فري تيريال وابدأ احمل البرنامج ونثبته مع بعضينا. تمام، نزل معايا البرنامج على الديسكتوب، تثبيته تثبيت عادي جدا زيه زي اي برنامج. نيكست نيكست فينش. تمام، مفيش اي اعدادات في التثبيت. هنا بيقول لي انت مش مثبت اي توينز، فادخل دلوقتي اثبت اي توينز. تمام، بس بلاش نثبته من الرابط اللي هو بيقول لي عليه ده، خلينا ثبته من رابط تاني هسيبه لك في الوصف برضو اسفل الفيديو. بعد ما ثبتنا ايتوينز وفتح معنا بالشكل ده بنقفله. تمام، ونبدأ نفتح البرنامج. انا بالنسبة لي بستخدم النسخة الكاملة من البرنامج، انت بالنسبة لك ممكن تكون هتستخدم النسخة المجانية، وبإمكانك طبعا ان انت تشتري النسخة المدفوعة من البرنامج من باي ناو، وليك مفاجأة عندي هقول لك عليها في نهاية الفيديو. هوصل دلوقتي التليفون بتاعي بجهاز الكمبيوتر عن طريق كابل اليو اس بي. تمام، التليفون خلاص قرا معايا. انا بالنسبه لي دلوقتي هعمل ازاله للابل اي دي. زي ما اتفقنا البرنامج ممكن تعمل بيه ازاله للابل اي دي، او ممكن تعمل بيه ازاله لرمز الدخول او التايم باس كود، او تعمل ريموف للام دي ام. انا بالنسبه لي دلوقتي هعمل انلوك للابل اي دي. اضغط عليها بالشكل ده واضغط على كلمه ستارت، هو كده خلاص قاري التليفون بتاعي. بيقول اختار موديل التليفون، بياكد عليا هو ايفون 8 بلس، وادي الفيرموير بتاعه. هضغط على كلمه داونلود علشان انزل الفيرموير، فاضغط على كلمه داونلود. بيبدأ دلوقتي ينزل معايا الفيرموير، وهوقف الفيديو دلوقتي لحد ما يخلص تحميل، لأن حجم النسخة تقريبا 5 جيجا و700 ميجا. كده خلاص البرنامج خلص تنزيل الفيرموير وبيعمل عملية تأكيد، وبعد كده هنقول له unlock ونتابع مع بعضينا. دلوقتي بيعمل إزالة للأبل اي دي، وهنا في الخطوة دي بيقول لي ما توصلش الايفون من كابل اليو اس بي، والعملية بتاخد شوية وقت مش زي وقت الفيديو اللي انت بتشوفه، ومعظم الوقت بيبقى في تنزيل الفيرموير عشان بس حجمه كبير شوية، وده طبعا بيتوقف على سرعة الانترنت اللي موجودة عندك. وزي ما انت شايف كده الايفون قفل وفتح من تاني. هو دلوقتي في مرحلة تثبيت الفيرموير على الايفون. خلاص كده البرنامج خلص وبيقول لي unlocked successfully، والايفون قفل وفتح من تاني. تمام، هقول له هنا ضن بالشكل ده، وخلاص على كده دور البرنامج انتهى، ونكمل مع بعضينا على الايفون. كده خلاص الايفون فتح معايا. تمام، وعايز اقول لك على ملاحظه، يعني الخطوات بسيطه جدا بسيطه جدا جدا، بس بتاخد شويه وقت، فلازم يكون عندك شيء من الصبر. تمام، تحلى بالصبر طالما انت بتحل مشكله زي كده، لكن بالنسبه للخطوات فالخطوات بسيطه جدا جدا. تمام، هبدا دلوقتي بقى اظبط اعدادات الايفون بتاعي. تمام، ده رمز العمل للشريحه. هنا بقى في الخطوة دي اقدر احط معرف ابل جديد بدل القديم تماما. هقول له هنا نسيت كلمة سر او لا امتلك ابل اي دي، انشاء ابل اي دي مجاني. دلوقتي بقى بكل سهولة تقدر تعمل ابل اي دي جديد بدون ادنى مشكلة، وممكن ارجع واقول له الاعداد لاحقا. رابط تحميل البرنامج هتلاقيه موجود في صندوق الوصف وموجود في اول تعليق مثبت، وهتلاقي كمان كود خصم بينزل لك 40% من سعر البرنامج. بس كده، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد.